السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا كويسين. الحمد لله رب العالمين بخير، مبسوط جدا وسعيد بتواجدكم معايا يا جماعة بطريقة انتوا ما تقدروش تتخيلوها قد ايه. النهاردة جايب لكم لعبة جديدة، مش كول اوف ديوتي، جايب لكم لعبة مختلفة شوية بالنسبة للناس اللي قالت لي انوع فعلا عشان ما احصرش نفسي في كول اوف ديوتي بس. انا برو جيمر في كول اوف ديوتي، بعمل سكورات عالية الحمد لله رب العالمين بقالي كتير فترة كبيرة جدا، فقلت ان انا اعمل شير بس في نفس الوقت طبعا ما اقدرش ارفض لكم طلب. قررت النهاردة اجيب لكم لعبة جديدة هي فول اوت 4، هحطها برضو ماكسيم الترا ريزولوشن ويا رب تعجبكم. يلا بينا نتفرج على الجيم بلاي مع بعض. زي ما انتم شايفين هدينا اللعبه اهي لسه بادئه حالا. الراجل دلوقتي في الحمام، دخلنا عليه والله العظيم حمام هو دخل عليها. وبصراحه الحكايه دي مخله بالادب شويه بس ما علينا، يعني الحكايه دي ما تخصناش طالما يعني ما فيش اي حاجه خارجه يبقى احنا كده زي الفل. ده الشخصيه اللي انت الواحد بيجي يلعب بيها زي ما انتم شايفين، تقدر تلعب بيها تدوك بحيث ان انت تختار البوزيشن بتاعت وشه، بحيث ان انت تقدر تظبط مناخيره وبقه شفايفه زي ما انت عايز. واحد يقدر يدوس على اكس بحيث ان هو ممكن يختار ما بين راجل وما بين ست. اوكي ايه يا موز انت دخلالي كده؟ لا بالراحة عليا انا بخاف، انا بقول لك لا اوعي انت بقى. ايوه ريح على جنب ابقى اندلك بعدين، خلي الرجاله لما تتكلم مع بعض الحريم تسكت. فزي ما انت شايفين الواحد ممكن يغير مثلا، لو داس هنا اهو بيقدر يغير مثلا من ابيضاني الاسمراني الصيني البتنجاني، نعمل فيس بحيث ان الواحد ممكن يقدر يختار مثلا من الشعر الحواجب القره كل حاجه. فمثلا نقول مثلا نبدا نختار مثلا الحواجب، ما اعرفش واحد ممكن يقعد يلعب بيها كده عادي جدا، ممكن يخليه يبقى سيريوس جاد، وممكن كده يخليه منبهر، ممكن كده يخليه عادي جدا، ولكن يحس ما علينا. كفايه لعب لغايه كده اهو، زي ما انتم شايفين انا خلصت من الشخصيه، عملت لها دقن وكده مع اني لسه حالق دقني من شويه، يعني نزل من النهارده الصبح. قال لك الروبوت بيقول لك انا غيرت له حميته وبتاع، الواد عايز ابوه. والله العظيم فكرتني باغنيه استحيل احبه استحيل احبه، ايه الواد ناموس بلاي ويز. نلعب البيبي مرضى، احنا بقى احنا نخلف ومفروض نقعد نتفرج على التلفزيون، ملناش تحت في الحاجات دي كلها. ماما زمنها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب. نعمل سبين بقى ندوخ امه، ايوه عشان تعيط بعد كده تاني. الجرافيك بقى بدا يبقى حلو دلوقتي، واحد ممكن يقدر يقول ان الجرافيك فعلا حلو. في الاول كان عادي جدا، دلوقتي في بقى في اضاءه، الجرافيك معمول حلو، الانوار، لا الانوار يعني الحاجات دي كلها بتفرق كتير جدا. دي صراصير مصريه دي ولا ايه؟ انا مش فاهم، حاجه غريبه جدا، انا مش فاهم ده كميه الصراصير حاجه، ده انا ايه ده 600,000 طلقه على ام الصراصير. والله بقى رسول وكلهم يروحوا في داهيه دلوقتي ونلعب، مفيش مفيش نختار، بدل ما نختار مسدس نختار بيرسول. يسحب ويتوغل وينتشر ويتصرف. يلا بقى انا شلت النضاره بصراحه عشان خنقتني. دلوقتي لقينا الايه؟ اللعبه، اللعبه الجامده بقى اللي هي اللي بالاخر دي، المفروض اصلا بتيجي مع كوليكتر اديشن اللي الناس يشتروها دي، بيبقى عليها انفورميشن كتيره جدا جدا بحيث ان انت تقوي من السترينث بتاعك، تغير من بوينت وعلى الماب، وعندك حاجات كتيره جدا وغير الاسلحه برضه بالنسبه للناس اللي عايزه تعرف ايه الجهاز ده بالظبط. الجرافيك جامد يعني بصراحه يا جماعه، والله العظيم الجرافيك جامد، يعني انا في الاول ما كنتش منبهر بيه زي كده، لا هنا الجرافيك جامد جدا، انا ما اقدرش اقول غير كده بصراحه. يعني الورق الشجر على الارض، الطبيعه لغايه اخر الدنيا خالص تقدر الواحد يشوف بوضوح، ممكن عشان حطيت على الترا بس بجد الجرافيك جامد من غير كلام. حتى الحاجات كل اللي على الارض ده والحاجات اللي بتطير في الهواء ده، بص 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 بص، لا 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 يا جماعه، لا جامده 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 جامده، جرافيك جامد والله. بص يا جماعه الميه، بصوا الميه، عايز تتفرج على الميه معموله ازاي والطبيعه معموله ازاي. لا يا جماعه جرافيك عادي، وادي قاعده
شاي هنا والنبي يا دقدق لمعلم صبري وديلي وزود له في الدقه. اي كلام بقوله في البتنجان ملوش دعوه ببعضه. لينا كلب دلوقتي وبنحاول ان احنا ناخده معانا في صفنا. والله العظيم يا جماعه اللعبه جامده. ايه ده؟ لا 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 بيفكرني ب مش عارف اني لعبه. كان في لعبه كده كان بنمشي معانا كلب كده وكنا بيخليه يقدر يمشي معانا في اللعبه. نسيت اسمها ايه يا جماعه؟ لو افتكرتوا اللعبه دي يا ريت تكتبوا لي على اسمها في الكومنت. والله كنت سعيد جدا ان انتوا فكرتوني بيها. شخصيه كده بيمشي وبيبقى معاه كلب طول اللعبه. فدلت علينا واحد اهو بقى. يلا نضرب نقتله. ما طلع لنا واحد دلوقتي معرفش جالنا منين ابن اللذينه ده اهو. عشان حاطط هو ماسك على راسه فطبعا ما كناش ينفع نضربه على راسه. هنشوف بقى اذا كان معاه ام ولا لا. هنقلبه في كل حاجه. هناخد منه هنقلع امه دلوقتي. والله العظيم هنقلعكم كلكم يا ولد الكلب. والله حلوه قوي اللعبه دي. تاخد منهم كل حاجه يعني تموت اللي انت عايز تموته وبعد كده ممكن كمان تقلعه. وصلنا لهيت الحلقه. يا رب تكون عجبتكم. انا الحمد لله رب العالمين استمتعت كتير ان انا اوريكم الفيديو ده. فبس انا حابب اقول لكم على حاجه مهمه جدا بالنسبه للعبه دي. اللعبه دي لو انتم حابين ان انتم تنزلوها او مترددين او لو حابين تشتروها ومترددين ما بينها وما بين لعبه تانية، انا حابب اقول لكم حاجه مهمه. اللعبه دي فيها شبه كبير بين جي تي اي 5. الحاجه الوحيده الفرق ما بينها طبعا ان جي تي اي 5 بتحس ان هي مش هقول لكم عيالي او شبابي. لعبه فول اوت 4 بجد ليها قصه وليها تسلسل وفي حاجات كتير جدا بتحصل فيها. وزائد كمان ان هي لعبه يعني عايز لها دماغ وعايز لها تكتيك. مش انت بتمشي بتقتل في ناس، بتحصل كتير ديالوجات ما بينك وما بين الناس التانيين. فلازم انت بتكون ترد صح، لازم تختار صح. فهي لعبه بجد عايز لها تكتيك وبتاخد من وقتك كتير قوي. فلو انت فاكر ان انت اللعبه دي هتجيبها هتخلصها في يوم ولا يومين فانت بتحلم. اللعبه دي هتاخد من وقتك كتير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش في اخر المقطع انك تكتبوا لي احلى لايك احلى شعب واجدع شعب انا شفته في حياتي علشان اقدر اكمل. والحاجه الثانيه لو انتم حابين تشترك في المسابقه لازم تعملوا سبسكرايب وتسيبوا كومنت بحيث ان انا اختار واحد من الكومنتات اللي تكون على يوتيوب شانل مش اللي موجوده على الفيسبوك. اسيبكم على خير واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.